باشا اللي هناك اللي كل حاجه تحصل ده يقول لك سامو لقيته سامو لقيته سامو لقيته. اه انا عارف انك بتحب تراضي وعارف ان الموجه ماشيه على سامو لقيته، بس عايز اقول لك ان سامو لقيته لا يملك اقاله كونسيساو. عايز اقولها لك يعني معلومه كده لوجه الله، سامو لقيته لا يملك اقاله كونسيساو، لان سامو لقيته كان داخل في خلاف الشهرين اللي فاتوا مع وزير الرياضه الكاميروني علشان خاطر موضوع اقاله المدربين مش من صلاحيات الاتحاد الكاميروني. فسامو لقيته كان عايز يخليها من صلاحيات الاتحاد الكاميروني، بس فشل فشل ذريع، وحصلت المشكله بتاعه اللجنه الاولمبيه، وحصلت المشاكل بتاع الكلام على اقاله سامو لقيته وطرد سامو لقيته من الاتحاد الكاميروني. ودلوقتي سامو لقيته جابها من فوق من رئاسه الجمهوريه في الكاميرون، البيان شمل ان اقاله كونسيساو جت بعد مفاوضات مع الرئيس الكاميروني، يعني الموضوع بعيد عن صامويل ايتو تماما. بس هي كفنيا هي خيار سيء جدا بالنسبه للمنتخب الكاميروني، انك تروح تجيب لي جريجور برسونج ان هو تمسكه المنتخب الكاميروني. الراجل ليه تجارب كتير مع المنتخب الكاميروني، فشل فشل رهيب مع منتخب اولمبي، فشل مع فريق اول، فانك تروح تجيبه دلوقتي اعتقد ان هو خيار فاشل جدا جدا جدا. بس اوروبا تضرت النفع، يعني الخيار الفاشل ده بالنسبه للكاميرون هيكون خيار ناجح جدا بالنسبه للاخوه الجزائريين. ولو اني بصراحه ما بقولش ان معنى تعيين سونج ان الجزائر تصعد تاني يوم الصبح، لان الكوره عمرها ما كانت كده، بالعكس تماما. سونج يخوفك لانه واحد من اساطير الكاميرون وواحد من الناس اللي ممكن يحفز اللعيبه، فتلاقي ان الحاجه اللي انت متخيل ان هي ايجابيه جدا تلاقي ان هي سلبيه جدا. مفيش حاجة اسمها فرقة بتعين لها مدير فني جديد ما بتخافش منها أول ماتشين تلاتة، اللي يقول لك كده أعرف إن هو بيشتغلك وبيضحك عليك. مهما كان المدير الفني ده ملط، مهما كان المدير الفني ده فنياته ضعيفة، ومهما كان المدير الفني عنده مشاكل تكتيكية، عنده مشاكل في قراءة المباراة، عنده مشاكل في توزيع الجهد البدني، عنده مشاكل في كل حاجة، هيكون الفرقة معاه أول ماتشين تلاتة هتخاف منه، لأن اللعيبة هتحاول تثبت له نفسها، والموضوع ده تقلق منه، مهما كان اسم المدير الفني. فأتمنى إن المنتخب الجزائري وجمال بالماضي وكتيبة المنتخب الجزائري ما يبقاش فارق معاهم حتة سونج ولا فارق معاهم حتة كونسيساو، وإن كده كده إن شاء الله المنتخب الجزائري يقدر إن هو يصعد على حساب منتخب الكاميرون، زي ما إن شاء الله بإذن الله المنتخب المغربي هيصعد على حساب المنتخب الكونغو، منتخب الكونغو، وان شاء الله باذن الله منتخب تونس هيصعد على حساب منتخب مالي، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا تحصل معجزه ونصعد على حساب المنتخب السنغالي. خيار سيء بالنسبه للاتحاد الكاميروني اقاله كونسيساو دلوقتي، خيار سيء بالنسبه للمسؤولين في الكاميرون اختيار توقيت اقاله كونسيساو. اتمنى ان المنتخب الجزائري يكون محظوظ بالصعود لتصفيات كاس العالم قطر 2022. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو كنت شايف ان انا لازم اقول ان ده يحيى العدل سامو لقيته راح جاب صاحبه. انا مش جاي اضحك عليك، انا جاي اقول لك خبر وجاي اقول لك رد فعل وجاي اتكلم عليه. انما انت عايز حد يضحك عليك فمن فضلك ما تجيش هنا، لان احنا مش بتوع الكلام الفاضي ده. اه بنتكلم عشان نجيب مشاهدات، بس كل الناس بتحاول تجيب مشاهدات بطريقتها. انا هفضل طبيعي ومنطقي، وعمري في حياتي ما هسرح هنا ولا هسرح هنا ولا همسك الدف والطبله والرق هنا عشان خاطر اجيب مشاهدات. بلاها مشاهدات اللي تيجي من كده، خلينا زي ما احنا كده وخلينا مكملين في 19000 عندنا زي الفل الحمد لله. 200 300 مشاهده ابرك بكتير قوي من ان انا اقعد ادور على 20 30 الف مشاهده كلهم بالطبله والزمر. بلاها من ام ده مجال.